ازاي اقدر اعمل لنفسي شخصية، وازاي اقدر اعتمد على نفسي من غير ما اعتمد على حد. هتعرفي الكلام ده كله لو تابعتي الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي في قناة اروبا اللهلوبة. لو اول مرة تشوفي القناة ياريت تعملي اشتراك وكمان تفعلي الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي اعمل لنفسي شخصية، وازاي ان انا مقدرش اعتمد على حد واعتمد على نفسي. طيب الخطوات سهلة جدا وبسيطة، بس ورقة وقلم واكتبي واحدة واحدة. اول حاجة لازم ان انتي تشوفي نفسك، ايه الحاجات الحلوة جواكي وايه الحاجات اللي مش كويسة ومش بتعجبك، وتكتبي الكلام ده، ما تقولوش بس اكتبيه. ليه مهم جدا الكتابة؟ عشان ربنا بيقول وعلم بالقلم. التعليم مش هتتعلمي ان انت تغيري اي حاجة في حياتك غير ان انت تقعدي تكتبي بالورقة والقلم. يبقى اول حاجة هتكتبي انا ايه الحلو فيا، انا فيا 1 2 3، انا بحب كده فيا. والناس كتير قوي بيقولوا فعلا انت فيكي الصفات دي، انت مثلا جدعه، انت دمك خفيف، انت مش عارفه ايه. اكتب الصفات الحلوه اللي فيا، وكمان اكتب الصفات اللي مش كويسه، وبعدين اشوف الصفات الحلوه دي امسكها في ورقه كده لوحدها وبص عليها كده واقعد ايه افرح بيها وهني نفسي عليها واقول الله ده انا فعلا كويسه، ده انا فيا الصفات الحلوه الجميله دي. لكن الورقه بتاعت الصفات اللي مش حلوه دي هنخبيها وهندليها شويه، مش عايزينها في الوقت ده، بس دلوقتي يعني عديها عديها، خلينا في الصفات الحلوه بس دلوقتي. يبقى أول حاجة هنكتب الصفات الإيجابية والصفات السلبية، وهكبر أو الصفات الإيجابية والصفات السلبية حطها على جنب وخبيها. طيب وإيه تاني؟ رقم 2 أن أنا أقدر أعمله أشوف نفسي، هل أنا عندي قيم ومبادئ؟ يعني إيه؟ يعني في حاجة تقولك لأ دي غلط ما تتعملش، لأ دي حرام، لا دي حلال، ده مش عارفه كده. يعني طول الوقت عندي قيم ومبادئ ماشيه عليها ولا ماشيه مع الماشيين؟ الحاجه دي انا شايفه ان هي مش صح بس يلا نعملوها، الحاجه دي لا مش مظبوطه بس ماشي الناس بتعمل هعمل. هل انا عندي قيم ومبادئ ولا لا؟ لو انت عندك قيم ومبادئ اهنيكي، انت هتقدري تعملي نفسك شخصيه قويه جدا. لكن لو ما عندكيش وماشيه مع الماشيين، على فكرة هتبقي شخصية سهلة جدا، واي حد ممكن ان هو ياكلك كده ويوديك ويجيبك وتبقي جزء من اهداف الناس وتبقي جزء من خططهم، هتبقى سهلة جدا. لكن لو عندك قيم ومبادئ لا، انت كده تمام ماشية في الطريق الصح. طب ما هي مش بتاكل بتاكل عيش في الزمان ده ومش عارفة ايه، لا يا حبيبتي خلي عندك قيم ومبادئ، هي دي الاساس. ربنا قايل ايه؟ قايل واما الزبد فيذهب ايه جفاء، واما ما ينفع الناس فينكث في الارض. يعني الحاجات الرايجه واللي ماشيه واللي كده هو ديت بتروح مع الميه وخلاص، لكن اللي بينفع الناس هو اللي بيبقى موجود. فانت خلي عندك قيم وعندك مبادئ، اكتبيها وشوفيها وقولي لنفسك لا انا عندي قيم وعندي مبادئ. واقوى القيم واقوى المبادئ بتبقى كلها مستمده من الدين، مستمده من عند من كلام ربنا، تمام. فانا اخلي عندي قيم ومبادئ حتى لو ما عجبتش الناس، حتى لو الناس مش عايزاها او شكلي دم تقيل او اي حاجه مش مهم، اهم حاجه يبقى عندك انت القيم والايه والمبادئ. انت صح على فكره ومش غلط. تاني حاجه، تالت حاجه بقى، تالت حاجه ان انا اغامر بس بحساب. يعني لو عايزه اعمل حاجه جديده او في حاجه خايفه لا تفشل او مش عارفه ايه، اغامر فيها بس ايه بحساب. يعني احسب المخاطر اللي ممكن اتعرض لها ايه، واتقبل المخاطر دي طالما في احتمالية كبيرة ان انا انجح. لو طالما ان انا لو عملت مثلا اكلة جديدة مثلا اقل حاجة ايه اللي ممكن المخاطر اللي هتقابلني، هخسر مثلا 10 20 جنيه، تمام. بس المكسب بقى ان انا هستفيد ان انا هتعلم حاجة جديدة. مثلا عملت بسبوسة او هريسة، عملت هريسة في البيت، ممكن اخسر 10 جنيه 20 جنيه، بس هكسب ان انا في بعد كده مش هشتريها من بره، هعملها بنفسي. دي ابسط مثال. واي حاجة في حياتك هتعملي كده هتفكري ايه اللي ممكن اخسره، هخسر كذا بس اللي هكسبه كتير قوي، مبالغ اكتر بكتير وحاجات احسن بكتير وكتير جدا، بس
ممكن اخسر كذا، ممكن اغامر في كذا، مش مهم اغامر بس ايه بحساب. لكن لو هبوظ المطبخ كله عشان اعمل بسبوسه، لا بلاش كده، ايه غامرت بس مش بحساب، لا انا هعملها بس المخاطر بتاعتي تبقى قليله، افكر في المخاطر بس تبقى ايه، احاول ان انا اقلل المخاطر واغامر بحساب. طيب رقم أربعة عندنا اتعلم من الفشل بتاعي واعرف واحطها في دماغي، وليكم وليا احطها في دماغي ان الاخطاء دي ليست خالدة، يعني الاخطاء مش هتفضل طول عمرها طول عمرها او طول عمري ما معايا، الغلط ده مش خلاص عملت الغلط خلاص هو هيخلص وهيروح وقته، مفيش مشكلة هتعلم منه، الخطأ ده مش خالد، لا مفيش حاجة خالدة، مفيش حاجة مستمرة، كل حاجة متغيرة، في مشكلة هتعدي، في غلط انا عملته هيعدي، كل حاجة بتعدي، فحتى لو غلط مفيش مشكلة ما هيعدي المشكلة عادي خالص مفيش مشكلة. فلو انا غلط او خايفة بقى اغلط مش عارفة ايه واقعد على جنب وما اعملش حاجة عشان ما غلطش، طب ما انتي هتقعدي على جنب وما تعمليش حاجة ليه عشان غلط وبيخلص وبيروح وبيعدي؟ لا اغلط بس بحساب واتعلم من الغلط بتاعي. طيب ايه تاني ممكن ان احنا نعمله عشان نعمل شخصية قوية؟ لازم ان انا مغرقش في الماضي، ما اقعدش طول الوقت بفكر في الماضي، ده انا كنت، ده انا سويت، ده انا عملت من زمان، ده انا كنت كذا وكنت عايشة كذا وكنت بعمل كذا، طب لا ده غلط، حتى لو ايجابي او سلبي مش هفضل طول حياتي عايشة في الماضي، انا دلوقتي في الحاضر، اللي فات عدى خلاص، هعمل ايه في اللي فات ده؟ هستفيد منه بس في ان انا اتعلم ازاي انجح في اللي جاي، تمام؟ انا دلوقتي في الحاضر، انسى بقى الماضي ده تماما، اتعلم بس منه الخبرات وابص على المستقبل، ابص انا هعمل ايه بعد كده، مش انا كنت ايه او عملت ايه، الصح ان انا ابص للمستقبل اللي انا هقدر اعمله فيما بعد. طيب وايه تاني ممكن ان انا اعمله عشان اقوي شخصيتي؟ ان انا ابعد عن التأثيرات السلبية، اي حاجة ممكن تحطمني تحبطني توقعني تقولي انت فاشلة انت ما تعرفيش تعملي انت مش عارفة ايه وبصي لنفسك وي وي وي، الحاجات اللي كلها طبعا احنا عارفينها السلبيات دي، ابعد عنها، ابعد عن الاشخاص اللي بتديني سلبية تديني طاقة سلبية، اخليني مع الاشخاص اللي بيدوني طاقة ايجابية، لا انت كويسة، لا انت صح، لا انت تمام، انت اي حد ايجابي انا ابقى معي، اي حاجة ممكن تديني دفع وطاقة ايجابية هعملها، اي حد مثلا كتاب يقدر ان اقرأ فيديني طاقة ايجابية يديني قوة كده ويديني ثقة بنفسي، هخليني معي دورة تدريبية كورس اي حاجة، اي حاجة تقدر ان هي تديني طاقة ايجابية وتخليني ايجابية وما تخليني سلبية، تبعدني عن السلبيات دي كلها هعملها، باي حاجة سلبية هبعد عنها، تمام؟ انا بقوي نفسي، انا بعمل نفسي شخصية قوية، يعني الموضوع مش سهل وبرضك مش مستحيل. وبعدين ممكن ان انا ايه، ان انا اطالب الناس بالاحترام، مش هفضل ماشية احترموني لا والنبي احترمني لا احترميني، لا في واحد بيعملني بطريقة مش كويسة او واحدة بتعملني بطريقة مش كويسة فيها استهزاء سخرية، انا محبش كده، ما دي حاجة بتكسر فيا، انا عايزك اقوي نفسي واكبر نفسي واقوي نفسي واقويها واقوي شخصيتي، فلان ده بيعملني بطريقة مش كويسة فيها سخرية وبتاع، انا مش عاجبني كده، لو سمحت يا فلان الطريقة دي ما بحبهاش، ازاي وبتاع هيتحرج هيتكسف هاي اي حاجة هتحصل، معلش الطريقة دي انا ما بحبهاش، ما بحبش الطريقة دي في التعامل، فهو مع الوقت هيبطل ان هو يعملك كده وهيبطل ان هو يقلل منك او كده، فانت كده حميتي نفسك من الناس اللي بتهدمك، تمام؟ فما تتكسفيش وما تتحرجيش، لا معلش لو سمحت الطريقة دي انا ما بحبهاش، الطريقة دي غير لائقة وانا ما بحبهاش، تمام؟ فكده انت بتحمي نفسك من العوامل الخارجية السلبية، وانت مع نفسك من جوه بتقوي نفسك وبتشوفي الحاجات الكويسة اللي فيكي وبتقويها وبتكبريها، كده انت بتبني شخصيتك فعلا وبتقوي شخصيتك وبتعملي نفسك شخصية قوية. هنيجي بقى النقطة التانية اللي هو طب انا حلو قوي، انا عملت لنفسي شخصية قوية وقلت للناس لا تعملني كويس وبتاع وقفلت معاهم وتمام وعملت لنفسي شخصية قوية، طب انا محتاجة مساعدات من الناس ومحتاجة الناس دي في حياتي ومحتاجة عشان انجح عشان اعمل حاجة عشان اكمل حياتي، ما انا محتاجاهم، تمام؟ انت ممكن لغاية لما تقوي شخصيتك انت
تتبعي الخطوات دي. ممكن بقى تعتمدي على نفسك في كل حاجة او في اكتر حاجات. ازاي اعتمد على نفسي في ان انا انجح؟ طب ازاي اعتمد على نفسي وانا حاسه ان انا هفشل او هيحصل لي حاجه ومش هنجح؟ لا، فكري تفكير ايجابي، تمام، وشوفي الطريقه ازاي ان انا اعتمد على نفسي في كل حاجه وان انا انجح في كل حاجه. ايه الطريقه اللي تخليني انجح في كل حاجه واعتمد على نفسي وما اكونش محتاجه للناس كتير يعني؟ تمام، هو طبعا مش هنقدر نستغنى عن الناس تماما، بس عشان تنجحي لازم انتي تنجحي من جوه نفسك، تنجحي مع نفسك الاول عشان تقدري تنجحي في كل حاجه وتنجحي مع الناس. طب ازاي اقدر ان انا احط جوايا بذره النجاح ان انا اقدر انجح في كل حاجه، وازاي اقدر اعتمد على نفسي في كل حاجه وانجح؟ اول حاجه تفكري ان ايه، ان مفيش مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل. تقولي لا ده مش هينفع، مش هنجح، مستحيل ان انا انجح. لا، مفيش مستحيل، تمام، وان انا اكون طول الوقت مستعده ان انا هنجح، مستعده ان انا هعمل الحاجه دي. مش هقول لا انا ايه بعملها بس انا في جوايا انا هتفشل هتبوظ. لا، انا جوايا ان هي هتنجح وان انا هنجح، وفي اي وقت هيجي النجاح. وان انا اكون محدده اهدافي، عارفه انا بالظبط عايزه ايه. انا عايزه بيتي ده واظبطه وانظمه، عايزه اولادي ان هم يبقوا احسن اولاد وينجحوا، واحط اهداف ليا وهشتغل عليها واكون حاسه من جوايا وحاطه من جوايا كده ان كده كده هنجح ان شاء الله، انا في طريقي لي ان انا انجح. طيب وايه تاني ان انا ممكن افكر فيه؟ يعني ان انا اعرف واتاكد ان انا مفيش حد هيهزمني او هيغلبني غير لو انا فكرت في كده، فكرت ان هو هيغلبني او هيهزمني او انا هفشل في الحاجة دي. عمرك ما تتهزمي او تقعي من غير ما تفكري كده. لو فكرتي في كده هتتهزمي، لكن لو فكرتي انت لا مفيش حاجة هتوقعني، مفيش حاجة هتهزمني، عمرك ما هتتهزمي. طيب وفكر تفكير ايجابي. التفكير الايجابي دوت بيشتمل على ايه او جواه ايه، او لازم ان انا ابقى اتصف بايه عشان ابقى انا حسيت ايجابيه وفكر تفكير ايجابي وفكر تفكير اللي هو بينجح فعلا. اول حاجه ان انا يكون عندي ايمان، ايمان بربنا، ايمان بان انا هنجح، ايمان ان ربنا مش هيسيبني كده، واي حاجه بتعدي وكل حاجه بتعدي، كل حاجه تمام والدنيا تمام ومفيش اي مشكله، بس هي حبك ده هو وهنقوم تاني وهنرجع تاني وهنجح كده. وبقى عندك ايمان وعندك تفاؤل وامل ان كل حاجه هتيجي وكل حاجه هنجح فيها. وعندك نزاهة، يعني ما احاولش عشان اكسب او عشان انجح في حاجة اتخلى عن مبادئي وابقى مثلا اغش في حاجة او اعمل حاجة كده هو اصلا مخالفة المبادئ. لا، خلي عندك نزاهة وعندك شجاعة وقدام، ما تبقيش جبانة وتخافي وبتاع. لا، خلي عندك شجاعة، ربنا طالما معايا خلاص مفيش حاجة هتقدر تقف قدامي. عندك كرم، تسامح، سامحي وعدي عشان تقدري ان انت تكملي وتنجحي. عندك ذكاء، تمام انا فكرت في الموضوع من كذا اتجاه وخلاص عرفت ان هي دي الطريقة لحلها. لطف، ما تبقيش قاسية كده وعنيفة وعمالة تعاملي الناس مش كويس، لا تعامليهم بلطف، فكري بمنطق سليم. بما ان اذا اللي هو لو انا عملت كده اكيد هيحصل كذا، لازم افكر بيه بالمنطق. وكمان خلي عندك ثقه ان انت طالما نجح يعني فكرتي كويس وعملتي حاجات اكيد هتنجحي، وان انت بتتعلمي طول الوقت. لا، انا عندي حته ان انا طول الوقت بتعلم، وتفكير وتصوبي الاخطاء بتاعتك، تفكري ان انا ازاي اصلح اخطائي، انا غلطت فازاي بقى هصلح الغلط ده. تمام، بعد كده بعد ما تفكري تروحي جايه عامله اللي انت فكرتي فيه، جاي منفذة. بعد كده لا غلط، لا انا نفذ حاجة تانية، لا غلط، لا اعمل حاجة تانية، اعدل 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 اعدل، كل ده اكون حطاه ان هو ده في طريق للنجاح لغاية لما انجح. ما بطلش تجارب وما بطلش تصحيح اخطاء لغاية لما انجح. يبقى كده احنا النهاردة اتكلمنا عن اول حاجة ازاي اعمل نفس شخصية قوية،
رقم 2 ازاي اعتمد على نفسي وايه الصفات اللي انا لازم التزم بيها وتبقى معايا في طريقي ان انا انجح في كل حاجة في حياتي، مع زوجي، مع اولادي، في بيتي، حتى لو انا شغالة. كل الحاجات دي هي اللي هتقدر تديني شخصية قوية في التعامل مع الناس، وتقدر تخليني اقدر انجح في اي حاجة قدامي، ومفيش حاجة تقف قدامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.